فرحان بالكره فرحان بالولد ربحت كيضحك كيضحك وصاحبه والدراري كيفرحوا فرحانين بالكره ولد ربحت جا خويا هو مع ورا جا ويدفعهم دفل عليهم حاشاكم ضربهم تكرفس عليهم واحد تكرفسه ما نقولش لك تبعوا للدار حنا ناعسين كيخبط الباب مدنا كنتجراو بغى يدخل لداخل عليه هربت ولدي تبع شدو في الدريسي يا خويا الفوق مربدو قتلو ملي ضربونا لولدي كله ولا سير دم كله غطس في الدم وانا شاده لي في رجلي نقول له العرا اشرف ما ضيعنيش فيه العرا اشرف ما حارش فيه كيدفعني ويقول لي والله تنقتلو والله تنقتلو قال خو دور الطوموبيل حنديرو في الكوفر ندي جاو السلطات كانوا دايزين السلطات جاو هزوا ولدي مونطاو لي ولدي هوك هو مسكين كله غيس في الدم هو بارك حداه هوك دير ما نسوا ما قربوا لي دخل مرا سافر علاش تقول الوداد ربحي حدايا وانا رجاوي البراش مع براش تعرف والديكم براش دابا ولدي مضامين معاه انا الرجاوي صحابو ولاد دم صحابو وكان ولدي خير ما خدامش معاه ولدي الحي كامل انا الجيران ديال الدراري هادو بحال كبروا معايا وحنا صغار هاد الدراري هادو وكنا كنشوفو عليهم شي حاجه ديال اللعب ما تبقاش الناس كاملين هادو واقفين معاهم الدراري دراو وشو نقيين ماشي ديال الطريق ماشي ديال هاد السيده اللي تهدى عليهم بهاد الظلم هذا وبهاد الحقره حنا خويا في 2022 حنا في بلد ديال الحق والقانون حنا في بلد فيها الامن والامان حنا الثقه ديالنا كامله في السلطات المعنيه كلهم حنا عارفين بغا ياخذوا لنا حقنا فهمتيني هاد السيده هذا تهدى على هاد الدراري انا نقولك شنو وقع هاد الدراري هادو كانوا في تيران كانوا معايا انا مشينا تفرجنا في الوداد وجايين فرحانين ناصحين ضاحكين بخير تفرقنا في الطاكسيات الدراري كون كان باغيين مشاكل ولا شي حاجه ما يشدوش طاكسي حنا كره جايين على رجليهم ولا جايين مع الدراري مجموعين غيتلاقاو مع الرجاويين غيضربوا الدراري طرونكي شادين طاكسي حمر تفرقنا في الطاكسيات انا وخويا شدينا طاكسي وهما شدوا طاكسي جينا تفرقنا في الطاكسيات هما نزلوا تلاقاو مع هاد السيد هذا شدهم شنق عليهم شنق على هاد الدري هذا اللي سميتو زكريا حتى كان غيغير غشنق عليه قجو قجو حتى كان غيغير فكوه الدراري جا الدرب هنا تيحيح وكيغوت بقى كيهرس في البيبان كيضرب في البيبان ديال الدار ديال الدري وديال الدري الاخر وكيحيح في الزنقه بقاو عيوم يطلبوا فيه الناس مسؤولي الرجلين الوالدين ديال الدراري كيطلبوا فيه حضر راسو زاد شويه كنسمو زكريا راك تعتقل ملي سولنا الام ديالو اللي كانت شاهده على هذا الواقع هادي لقاتو شادو في الشارع كيشدو كيسلخ فيه الدري كيغوت كيقول له امي غنموت انسان دري صغير عمرو 20 عام اللي كيقول لك امي غنموت راه عيب وحشومه تشدوش بقا تسلخ فيه وكامل فرقعتي كله محلول من هنا محلول من وجهه كله مكرفس الدري حشومه تهديد بالسلاح الابيض وتهمو بالسرقه وتهمو بالالترا وهو كان غير بوحدو وغير هو وهاد الدري هادو كانوا غير فكاكه ما كاين لا الترا لا والو باش تظلمهم بهاد التهم هادو كتدمر لهم حياتهم حنا اخويا عينا ما كنبغيش غرب تفاشي مع فشي در عينا ما نضيعو في المستقبل ديال الشباب ديال المستقبل ديالنا الشباب ديال المستقبل ديالنا عينا اخويا عينا ماشي بسبب واحد طاغي كل نهار تفاش مع فشي در يصيفطوهم للحبس راه الشباب ديال اليوم راه هما الرجال ديال غدا راه هما اللي غيهزو لينا البلاد الا جينا بسبب واحد طاغي خلينا كل مره كيصيفط واحد للحبس شكون غيهز لينا بلادنا غدا ما كاينش اللي غيهزها بسبب واحد طاغي ماشي اول واحد كيصيفط للحبس مصيفط ما كدير غير الميناج حتى هي صيفطها اعتقلها حتى هي مشات للحبس باقا دابا تضرب في الحبس ماشي حشومه كتصرف على عائلتها هي وعندها وليداتها صغار حشومه صيفتي دري خور غير مناقشه عاديه حتى هو صيفتيه بالفاني صيفتيه للحبس بعام يلا خرج الدري